زي ما قلت لحضراتكم في بداية كلامي إن حسين الشحات عنده شد في العضلة الضمة، بداية تأهيل حسين، بداية التأهيل هتبقى إن شاء الله برضو من بكرة، هيرجع إن شاء الله حسين مع الفريق خلال الفترة القادمة. بيرسي تاو يواصل برنامجه العلاجي قبل عودته للتدريبات الجماعية بالنادي الأهلي. بيرسي تاو عليه كلام كتير جدا اتقال خلال الفترة اللي فاتت، ووريت دايما حضراتكم من خلال شاشة قناة النادي الأهلي وبرنامج البيت الكبير، وريت حضراتكم لما تم الكشف الطبي على بيرسي تاو قبل ما يجي، وخلاص الأمور دي كلها وضحت لكل جمهور النادي الأهلي، وبالتالي إصابة عادية جدا بتحصل لكل اللاعبين، مش اللاعبين الجدد فقط ولكن حتى اللاعبين القدامى بيحصل لهم إصابات. بيرسي تاو زي ما كنا سمعنا برضو عملنا تقرير مطول الحقيقة مع رئيس الجهاز الطبي دكتور أحمد أبو عبلة، وقال إن هو في خلال أسبوعين هيكون متواجد في التدريبات الجماعية، والناس مشتاقة الحقيقة إن هي تشوف بيرسي تاو. فبيرسي الحقيقة أو تاو بدأ إن هو يجري زي ما شفنا من 3-4 أيام زي ما وريت لحضراتكم، وابتدى يجري وابتدى البرنامج التأهيلي ليه. وبالمناسبة أيضا النادي الأهلي بعت جواب لمنتخب جنوب أفريقيا اللي طلب ضم بيرسي تاو، فالنادي الأهلي بعت له وقال إن هو مصاب، وبعت له التقرير الطبي من دكتور أحمد أبو عبلة، وقال أيضا التقرير إن صعوبة لحاق بيرسي تاو بالمعسكر المقبل لمنتخب البافانا بافانا، وهو ما قوبل بالترحيب من قبل الجهاز الفني لمنتخب جنوب افريقيا، لانهم طبعا عارفين حالته الصحيه وان هو تعبان شويه من العضله، وبالتالي هيحتاج وقت شويه عشان يرجع يكون متواجد سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب البافانا بافانا.